تشن هجوماتها على الشعب، شعلت الحرب. الوطن هذه تاعنا احنا شعلت الحرب في الجزائر في التسعينات، وما زال مازال اصحاب الوطن، مازال العقليه الاستئصاليه ماسكتهم، مازال العقليه الاستئصاليه الكراهيه، الحقد على الشعب وعلى قيم الشعب وعلى دين الشعب، حقد كبير. يعني تحير في هذه بعض هذه الصحافه هذه البشعه، عندهم حقد كبير على اي شيء فيها الاسلام. إذا حبيت تكفر اكفر كما شئت، تلحد ألحد كما شئت، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذا ما تاخذوش الإسلام كعقيدة، خلوه كقيم كثقافية لهذا الشعب. تبقوا طول الوقت في حرب وفي النفخ وفي تقسيم الجزائريين وفي خلق متطرفين من هنا ومن هناك، ما تستحوش يا من تسمون جرائد فرنسية فرانكوفونية، ما تستحوش. طبعا الجرائد المعربة هذيك أبشع، أبشع في اتجاهات أخرى، في أبشع في قضية بيع الأوهام، بيع الانتصارات. هذوك ذباب، أصبحوا ذباب أو أسوأ. أما هذه الصحافة تاع الفرنكوش، استئصال، ما زال عقلية الاستئصال عند بلغيش وعند معمر فراح وعند قائمة طويلة من هذا البشعين، ما تعلموش مما فعلوه في التسعينات. أحرقوا البلاد بكتاباتهم وما زال مستمرين، بدل من أن يحطوا الرحمة بين الجزائريين، يحترموا دين الشعب حتى وإن كانوا هم ملحدين. لا، ما زالت، وكل يوم جايبين لنا قضية هنا، فلان وهذا مش عارف شكون وهذا قال عليها. هناك معركة، معركة وجودية للشعب. الجزائر تكون أو لا تكون، تعلموا من التسعينات. يا من تطرفتم باسم العلمانية وحتى العلمانية منكم بريئة، تعلموا. العلمانية الحقيقية مش علمانية فرنسا، هذا تطرف في فرنسا. علمانية فرنسا هي علمانية الجميع، الجميع يجمع في الغرب أن علمانية فرنسا هي عبارة عن عنصرية وعبارة عن إلحاد وعبارة عن كراهية للمتدينين عموما والأديان عموما والإسلام خصوصا. أنتم راكم نسخة هزلية منها. جبت هذا الكلام على كنت راح نقول جريده لوتون سويسرية، فاخطأت وقلت له الوطن. فجريده لوتون سويسرية في الحقيقة شنت هجوم على هذا الوزير وذكراته بأن سويسرا المفروض هي دولة حقوق الإنسان والدفاع عن الديمقراطية. هاي الصحافة، هاي الصحافة تتفق معهم تختلف معهم، نختلفوا معهم في أشياء، لكن على الأقل إنصاف وفق قيمهم هم ومبادئهم هم. احنا اليوم هذه كي جرائد المعربة الذبابية، كي جرائد الفرنكوش، هذو كلها تقديس، تقديس العس على قول الشاعر، على قول الشاعر المصري، تقديس العس. أركان الطغيان خمسة، منها تقديس العس، تقديس العسكر يعني. فقضية أخونا وليد تكبر، والحقيقة هي رمز وتفجير لقنبلة الاغتصاب، فتحت ملفات هذه المراكز، مراكز البؤس، مراكز التعذيب، مراكز ما وش صرا فيها وش يصرى فيها تشيب له الولدان بحق. من 88 وروح طالع، بل نقول لكم من 62 وروح طالع، 62 63 64 65. يعني واحد مثل الأخضر بورقعي تقل في 69 أو في 68، تقل في 68 ويتحدث عن شيء فظيع تعرض له في كتابه، ويشير إلى أنه تعرض أيضاً لاعتداءات جنسية.
ربما بطريق غير مباشر لكن يشير لها في كتابه اغتيال الثورة. أنصح كل أحرار البلاد بقراءة هذا الكتاب. شخصيا كنت علقت عليه، لدي فيديو عليه منذ 10 سنوات أو يزيد، وهو منشور أعتقد موجود عندي في الموقع، وحتى سينشره المساعد الفاضل على صفحة الفيسبوك وربما حتى على اليوتيوب. إذن فهذه القضية تكبر الآن وتتفجر. طبيعة الحال راح يدفع الثمن، ممكن واحد كوموندو هنا أو كابيتان الهيه أو حتى كولونيل هنا أو الهيه، لكن الحقيقة أن مثل قضية الجامعات، الفساد في الجامعات هو سياسات نظام حكم أو قل فوضى الحكم. التعذيب هو سياسة فوضى الحكم القائمة اللي تسمى النظام، ما تتعلقش بشخص أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة. إن شاء الله في الأيام القادمة سأصف لكم عنتر، مركز عنتر اللي يسموه الجزائر مركز عبلة ومخابرات عبلة، سأصف لكم هذا المركز وكأنكم ترونه، وإن شاء الله ما يراه حتى حر إلا يوم تتحرر البلاد ويكون متحف. مراكز التعذيب هذه على الجزائريين يجعلوها متاحف ليتذكرها كل الناس، حتى ما إذا قام أي إن كان في المستقبل بتعذيب أي إنسان، بل أقول بتعذيب أي حيوان، يدفع ثمن غالي، حتى يكون رفض التعذيب شيء مثل الماء اللي نشربه، ما تكونش كاين الامبينيتي هذا اللا عقاب. في الأيام القادمة سأصف لكم هذا المركز وبعض بشعاته فيما مضى، وأيضا في الفترة الأخيرة حتى بعض الناس لعل من هذاك الوقت يكون لهم الوقت أيضا باش يتحدثوا، أو شهادات أخرى. يعني بين الشهادات، على ذكر الشهادات، كانت شهادة أخونا محمد حمالي أحد أحرار تيزي وزو، أحرار البلاد، اللي من هنا نوجه له تحية خالصة له ولكل أحرار البلاد أينما وجدوا. ها واش يقول، جزء صغير من شهادة، ما زال ربما تكون هناك شهادة أكبر، لكن خلينا نسمع جزء صغير من الشهادة. إضافة عن الطعام على قرصة، يعني الصيف اللي فات شهر ماي 2020 ايضا هناك تقريب 100 سجين او اكثر اعلنوا اضراب عن الطعام على الاقراص تاعهم، وهذا المسؤول كان يتحاور معهم عندما يعني ما حبوش يتنازلوا هذو السجناء، جاب لهم تقريب 60 شاف يعني 60 عون على الربعه تاع الصباح، داروا لي كاقول وصدموا لهم يا خوت من الزنزانات، اقسم بالله، واللي كان حبوا يفتحوا التحقيق يروحوا يعني يديروا التحقيق ويلقوا واش راني نقول صح، صدموا لهم الربعه تاع الصباح وخرجوا من السجنات بالعصي ضربوهم ونعروهم كما ولدتهم امهاتهم ورشوهم بالماء في الكول ودخلوا عليهم يعني تقريب ساعه هما يضربوا كاين يكسروا كاين يعوروا له عينيه كاين كل واحد واش داروا له ودوا حولوهم يعني الى المؤسسه العقابيه تابعه برج بوعريج وهناك من اخذوه الى المؤسسه العقابيه بوسعاده. اذا كان حبوا يفتحوا التحقيق مع هؤلاء السجناء فيذهبون وان ارادوا يفتحوا التحقيق على هذا يعني انا مسؤول على ما قلته لاني رايته بام عيني وعشته بنفسي، وحتى لا تكرر هذه يعني التصرفات التعسفيه مع هؤلاء السجناء المستضعفين. وإن شاء الله بإذن الله يعني هناك فيديو آخر سوف أعطيكم بعض النقائص اللي ريعاني منها السجين الجزائري في كل مؤسسة عقابية، ونكتفي بهذا وبارك الله فيكم. ليست نقائص يا أخي محمد، إنها فضايا، إنها فضايا. 60 عنصر من عناصر القمع كقولي دخلوا كما يروي هنا في هذه على ناس كانوا حابين يديروا إضراب وكانوا بدأوا في إضراب عن الطعام، ومن حقهم الإضراب عن الطعام. وأنا أقول من هنا لهذا الشرطي أو لهذا الدركي أو لهذا المخابراتي أو اللي يلبس الكاقول ويضرب ويدخل الناس، إذا خفيت وجهك عن المعذبين وعن المسجونين عن الأحرار الذين يريدون أن يحررونك، فهل تخفي وجهك أو يخفى وجهك عن الذي خلقك؟ أتخشى الناس ولا تخشى الله وتزعم أنك مسلم؟ أنت يا من تعذب الناس، يا من تضرب الناس، يا من تلبس الكاقول وتدخل يا أبو شكارة، إذا خبيت وجهك بشكارة على الناس المعذبين، هل يخفى وجهك أو تخفى نفسك عن الذي خلقك؟ كيفاش راح تقابله؟
أترك السؤال هنا وما نروحش بعيد.